هيا نلعب. يعني إذا عرفنا جاوبنا. إذا؟ إذا عرفناها جاوبنا. إن شاء الله تعرف تجاوب. شوف يا عم صالح، أنا أسألك سؤال بس أنت لا تقول ليش لا أيوة ولا لا. جاوب بأي شكل ثاني بس ما تهز ليش رأسك ولا تقول لي لا ولا أي حاجة، تمام؟ يعني مثلا أنت متزوج؟ نعم. لا لا تقول ليش نعم. هز لي رأسك. عندك أولاد؟ كم؟ سبعة. سبعة بس جاوبني بسرعة بسرعة، أنت جيعان؟ قليل. فطرت الصباح؟ لا والله. لا تقولش لا. على شاهي. فطرت الصباح؟ على شاهي. وأمس تعشيت؟ تعشيت قرص روتي. خطير. طيب رايح الشغل الآن؟ لا مروح البيت. اشتريت حاجة للبيت؟ هذا اللي موجود في الكيس. ما يتغلط، لازم غلطه. أجيب لك بدلة؟ إذا كان من عندك أيوة. أجيب لك جايزة؟ هذه جايزة بتكون يعني صعبة في الإجابة يعني. تتابع قناة السعيدة؟ بعض الأحيان. بعض الأحيان خطير. طيب تشرب سيجارة؟ أوه فل. تدخن؟ نعم نعم. تخزن؟ ليش تقول نعم؟ أخزن أخزن. قلت نعم. قلت نعم. طيب. بس عاد إيش أعديها لك؟ آخر سؤال. بدي الزواج الثانية؟ كل خطى واثقة ما بيتزوجش الثانية. اسمك مرة ثانية؟ صالح علي صلاح. إذن عمي صالح يكون قد اجتاز معنا هذه المرحلة نوعا ما من مرحلة الإيماءات، وحتكون معنا الظروف الثلاثة المعتادة في كل فقرة، ومن هذه الظروف إما حتكون معنا ألعاب شعبية أو ألعاب ذهنية أو خزنة الحظ. إيش تتوقع إنها تطلع ألعاب شعبية ولا ذهنية ولا خزنة الحظ؟ الحظ مقبول. تشتي الحظ؟ الحظ. طيب هذه ثلاثة ظروف، اختار لي ظرف من الظروف الثلاثة. اختار ظرف منها. طيب خلاص اللي جنبي. طيب افتحها شوف ايش اللي داخله. طلعها. مكتوب خزنة الحظ. وعمي اسمك الكريم؟ صالح علي صلاح. عم صالح كان يشتي خزنة الحظ فطلعت معه خزنة الحظ. خلونا نشوف مع بعض ايش المسابقة اللي او الجواز اللي حيربحها اليوم. هيا نلعب. تفضل. قول هيا. هيا 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 نلعب. إذن العم صالح اجتاز معنا المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الإيماء بنجاح، وجاء حظه على خزنة الحظ. أنت قلت شي خزنة الحظ؟ قلت لك خزنة الحظ. ما شاء الله. أنت داري إيش معنات خزنة الحظ؟ معناته أنك تقفز من هنا لهناك ولا تقفز من هنا لهنا، وهذه تتعكس في... يعني كيف؟ يعني تعكس. يعني تقفز يعني تفعل هوبا وتقفز من هنا لهناك، وهذه تتعكس. تتعكس بها. تتعكس بها. كيف سهلة ولا صعبة؟ ركز معي يا عم صالح ركز معي. يعني اقفز من هنا لهنا. تقفز من هنا لهناك. لا كان زمان. نعطيك 100,000. تعطيني 100,000 بعدين. خلاص تقفز من هنا لهنا نعطيك 100,000. هاي تعكز بهذه. مشان اطلع بها. يلا اقفز. عمي صالح عمي صالح شجعوه. يلا اقفز. هذه يا عم صالح اللعبة تعتمد على انك تدور السهم بيدك، واي خزنة من الخزانات بتجي لك يا اما تاخذها يا اما اشتريها منك. تهم لك؟ يلا عم صالح ارجع هنا. عم صالح يدور الان. نشوف الحظ. 1 2 3 بسم الله. طبعا يا عم صالح معانا سيارة، معانا 100,000، معانا 50,000، ومعانا فراضية، ومعانا عروسة، ومعانا كل حاجة. ايش العروسة؟ التعرف. أحسن حاجة هذه. ايش عروسة؟ عمي صالح ايش العروسة؟ ايش العروسة؟ نشوف ايش الحظ اللي بيطلع معاه، وان شاء الله يا رب يكون من نصيبه حظ جميل ورائع. هذه حظك يا عم صالح، شوية بس اللي بالخلف. عم صالح هذه الخزنة حقك. تشتريها منك ولا تاخذها؟ باخذها طبعا. تاخذها؟ ما دام انكم صلحتوني ذا الفيلم باخذها. تاخذها؟ طب افرض طلعت فاضيه. الله معي. الله معك؟ نعم. ونعم بالله، الله معنا كلنا. بس انا الشيء اشتريها منك ب 5,000 ريال. اجيب لك 5,000 ريال
وتاخذ 110 110 ايوه 5000 ريال 5000 ريال حلوة. هذا الحظ. طيب انا اشي اشتريها منه ب 5000 ريال هو مش راضي. من 5000 ريال الى 50000 ريال. بعت اشتريت من 5000 ريال يا عم صالح الى 50000 ريال تشتريها؟ بعنا بيع بعتها بسرعه. معك سياره؟ معك سياره؟ معك سياره؟ معك سياره؟ داخل الصناديق الخزنه معك سياره؟ خلاص خلاص. معك خزنه فيها سياره؟ اسمع مني، خليك مع السياره، خليك مع الخزنه. انا مع الخزنه لما اموت. انت مع الخزنه لما تموت؟ ايوه. ما ارضيش ما ارضيش ما ارضيش عمي صالح ما ارضيش. اذا اعطيك 20000 ريال واخذ منك الخزنه. اول 50 الحين 20. انا ما اكررش العدد اللي اقوله خلاص. 50 20000 ريال 20000 ريال واخذ منك الخزنه. بيع وشراء. ايش تنصحوه؟ يبيع. 20000 ريال. 20000 ريال. 110. 30000 ريال. 110. 30000 ريال و100. 30000 ريال و100. ما شفت تجيب عروسه؟ شي عروسه؟ عمي صالح شي عروسه؟ ما تجيب عروسه. والله لا ادي لك عروسه. وانا حلفت، وانا حلفت، قلت والله لا اجيب لك عروسه. شكرا حياك الله. 30000. شكرا شكرا. 35000. 35000 ريال. 110. 35. 110. ايوه قد يقول لك 35. 110. 40000 ريال ما بزودش. 110. 40000 ريال او الخزنه؟ حتى تكون فاضي مقبول. خلاص عمي صالح مش راضي، وانا رشيته على حدود 40000 وهو مش راضي. واسمع مني، ال 40000 خيرة الله عليك. سمع لنا شي فيه؟ ما تسمع. طيور طيور. ايش فيها؟ يعني فيها طيور. سمع سمع سمع. أربعين؟ قلنا بيع وشراء. آخر إجابة عمي صالح، هنا في محافظة لاحق في لعبة خزنة الحظ، 40000 ريال ولا الخزنة؟ الخزنة. الخزنة خلاص. تكون فاضي. حتى لا تكون فاضي. أيوة. طيب اختار أي خزنة من الخزانات الأخرى نفتحها. قبل ما نفتح هذه اختار واحدة منهم نفتحها. هي الأولى. لا ما هذه بعدين، هذه افتحها بعدين، افتح لنا الآن. أيوة. الركل الركل. تشتي هذه؟ طيب عمي صالح يشتي هذه، نشوف هذه ايش كان فيها. عروسة. والف مبروك لك العروسة يا عم صالح. لا لا متزوجين اكيد. لحظة، أنت ايش قلت تشتي؟ أنت ايش قلت تشتي؟ أنا قلت 110. أنت من أول تدور عروسة صح؟ كيفي؟ كبرتيني على عروسة. بعدين شوف شوف. شعري وردي، شعري وردي. أنا بدالة شعري وردي. صغيرة عمرها 15. هاي بنديها البنت. عمرها 15 سنة. يا عمي صالح كيف حالك؟ بخير الحمد لله. إيش أخبارك؟ أنت تشتي عروسة؟ وهذه عروسة، تشتي خزنة ثانية نفتحها؟ نفتح خزنة من الخزانات الأخرى؟ لا انا انا اشتي حقي، اشتي حقي الاول. طيب نفتح نفتح نشوف نشوف ايش في معانا في الخزانات الاخرى. نشوف الخزنه هذه ايش معانا. احنا معانا مثل ما قلنا مجموعه من الجوائز الاخرى والقيمه، وهنا كان معانا جائزه قدرها 100000 ريال. هنا كان معانا 100000. ايش افتح كمان؟ ايش عاد افتح؟ مالك رقمت بالمرة يا عم صالح؟ امسك. طيب نشوف خزنة عمي صالح. 40000 ولا الخزنة؟ الخزنة. 40 للخزنة. أربعين للخزنة. صندوق. الخزنة. عمي صالح مصمم على الخزنة. والخزنة داخلها تلفون، هاتف، جوال، هواوي. معانا
تليفون، هاتف، جوال، هواوي. الف الف مبروك، نحييه. الف الف مبروك لك يا عم صالح. شكرا. وربنا يسعدك ان شاء الله. والعروسه؟ العروسه بشيلها النيون. تشيلها النيون؟ لا احنا نشيل زوجك. حيوا لعمي صالح، الف الف مبروك هنا في طائرة السعيدة. يعطيك العافية. وين التصفيقة يا جماعة؟ يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. إذا كانت هذه هي مسابقة اليوم هنا في محافظة لاحق مع العم صالح اللي زوجناه بالعروسة وجبنا له، أو حظه طلعت له الهواوي. لا تروحوا بعيد، ما زالت لدينا العديد من الفقرات المختلفة في طائرة السعيدة، كونوا معنا.